او يونس وي يونس انا دا صاحبي راه ناس كيتسناوك راه بغاو ندير لهم شي مواضيع هو المغرب راه نايضه فيها صاحبي ديال بصح وصافي انا نوض دابا صاحبي ويلي روتي يلا وهي دابا هاد الكاس ديالك حط لي الكاس يا صاحبي وعيني مش طبا هادي يلا تلاح يلا نوضو دابا نديرو فيديو تشوفوا مننا واحد شويه الخوت كيف ما ديما معاكم يونس راستا عز وتسنى صاحبي تسنى انا جاي بنادم هذا وقبل ما نبداو الفيديو الف مبروك المنتخب المغربي للفوز بالشاد ديما المغرب وهذا الفيديو هذا في خاطر المغاربه كاملين تشوفوا من مورا الفيديو ان شاء الله عز Saying Mike's about to blow though. Tell me something that I don't know. With the crowd bouncing like pogos. You can come on the tour bus, just please no photos. Fuck their eye like Somo. Cause we be going off on the off nights. Cause I've been on every single song I put my pin on. No, they don't know. Or maybe they starting to. Cause I work so hard that it's hard to lose. Top spot, I'm taking that face to face. Got a bottle in my hand, I'm facing that. Cause if winning is a habit, then I've been an addict. Every night is cinematic. When you roll with us, and we won't live forever. But I will remember when I make it. When I met you in the summer. And I came to your town. We fell in love. Then we burned it to the ground. And we could be together, baby. But I gotta leave soon. Everybody's listening now. But we got nothing to lose. When I met you in the summer. Summertime with your fine ass Merlot in that wine glass. She dope as hell from Jersey, baby. White girl, but the curves are crazy. And she up all night like Adderall. She like sushi too, we compatible. And these other guys average, so they mad to know. Cause I'm ill like a dragon roll. Got cover girls in my room, but they don't need no makeup though. They just tryna party. Live too fast to take it slow. Got summer flings and these summer things, but we just making memories. Just promise you'll remember me in that time. When I met you in the summer, and I came to your town. We fell in love, then we burned it to the ground. And we could be together, baby. But I gotta leave soon. Everybody's listening now. But we got nothing to lose. When I met you in the summer. ايوا واش لافامي السلام عليكم معكم ينصر راستا في فيديو جديد كيف ما شفتوا اليوم غادي نهضروا على بزاف ديال المواضيع وقبل ما نبداو هاد المواضيع كنشكركم بزاف على لي كومونتير اللي خليتو في الفلوغ اللي كان اللي فات اللي باقي الناس ما شافوش اللي مصور فيه بزاف ديال الدرون اللي هو راه هو تما الكارما سيروا شوفوا غادي نخليه في الاخر ديال الفيديو ولا غادي نخليه في ليان ديسكريبسيون لتحت واول حاجه كما قلت لكم غادي نقول كونغراتوليشنز صوفيا ويونس المولود الجديد ديالكم مباركو الف مباركو مسعود عليكم بجوج كنتمنى ان شاء الله يتربى في عزكم اللي سميتو الياس واول موضوع غادي نهضروا فيه هو 20 درهم هذيك الوزيره اللي قالت لكم بانه 20 درهم يعني 2 دولار فوق الفقر استهداف وانتم راه غتكونوا متبعين لواحد الجهات لبعض المسؤولين دابا حنا ما نبقاش واقفين هنا انا نوضح لكم غير هذه القضيه ديال الفقر طرح سؤال على الفقر جاوبنا قلنا بان الفقر في المغرب انخفض حسب الاحصائيات ديال المندوبيه الساميه للتخطيط ياك قلبيها راه مقلوبه عندك واش هذه كتسطع العالم واقيله ما باغا تقول لكم
20 دولار وقالت غير 2 دولار يعني 200 درهم و 200 درهم فهاد الوقت راه يلاه يلاه ما غادي دير لك والو شنو غادي دير لك غادي دير لك قهوه ديال الصباح وطاكسي وانت ساليتي 20 درهم وعتبه الفقر كما قالت لكم ب 20 درهم هادي واقيلا ما عاش مع المغاربه ما عرفاش المغاربه فين كاينين بلا ما نولي نوريوها الصور بلا ما نوريوها شنو واقع في المغرب يعني الفقر راه واصل لواحد الدرجه اللي ما كتصورش وكتسطع على بنادم غير العدس راه ساوي الثمن مطيشه ساويه الثمن الا كانت عندكم شي حاجه في الوزاره عجب الله اعلم الا كنتو دايرين شي كارطه ديال الدواء وسبيطارات فابور الناس الفقراء هذا كلام اخر ولا كنتو دايرين شي لعبات اخرين الله اعلم 20 درهم 20 درهم اش غدير لك بالنسبه لي انا كمهاجر مغربي كنجي للمغرب 20 درهم يلا غادي نجلس فيها في قهوه كما قلت وغادي نشد بها شي كاسكروت صغير بحال هكا ولا شي حاجه هاي سهله 20 درهم كتعطي مول الطاكسي وكتمشي في حالك والناس اللي عايشين في كازا ومدن كبار الله يحسن عوانهم يعني كيخسروا اكثر من داكشي اللي كيصوروه في النهار اللي قالت لك 20 درهم واقيلا كتسطع على بنادم هادي وتخرج العينين 10 لزيرو يعني ما فيهاش ما حيداش لك الطبيب واحد القضيه اخرى هاد السيده كتقول لك بانها منظمه هي اللي دارت هاد الاحصائيات هادي شوفوا بعدا غير هي فين عايشه عايشه في واحد الفيلا اللي ما كتصورش يعني هاد السيده هادي شبعانه عاقه شبعانه فلوس وفاش مشى بن كيران من الحكومه ولاو كيطرى العجب في هذيك الحكومه اللي ولات دابا ولا علي بغى يتصور ولا اللي بغى يتشهر كيقول جوج كلمات في البرلمان وصافي كيديروا ليه البوز هما يجيبوه في الراديو يجيبوه في هادي اليوتيوب بانت فيه الفيسبوك بانت فيه التلفازه بانت فيها صافي بغيتي تبان انت بنتي انت دزتي الله يعاونك والموضوع الاخر اللي غادي نطرقوا ليه هو الموضوع ديال تعويم الدرهم تعويم الدرهم شحال من فيديوهات كانوا داروا في يوتيوب الناس اللي شرحوا شنو هو المعنى ديال تعويم الدرهم واش مزيان للمغرب ولا ما مزيانش ما تقدرش تعرف من هنا واش مزيان ولا ما مزيانش حيت تيدوزو سنوات بالنسبه لتعويم الدرهم حنا لاحظنا فاش كنبغيو نصيفطوا للمغرب الفلوس كانت في الاول كيوصل واحد المبلغ دابا تزاد داك المبلغ واحد شويه واش يقدر يكون ضرر للمغرب واش مزيان ولا لا هي من واحد الناحيه غادي يكون مزيان علاش بان التوريست فاش غادي يجيو للمغرب داكشي اللي كانوا غادي يخسروه باش غادي يشريو واحد الحاجه غيوليو يخسروا قل منا واحد شويه باش يشريو نفس الحاجه وغادي تخليهم يزيدوا زعما يخرجوا الفلوس من جيبهم كما كنقولوا وكنتمنوا بان تعويم الدرهم يدوز بألف خير ان شاء الله على المغاربه وكنتمنوا من الحكومه تزيد الموظفين حتى هما شويه ديال الفلوس باش يتعاونوا مع الحياه كما 20 درهم راه ما غادي دير لك لا دار لا فيلا لا طوموبيل لا والو المسكين غير مسكين باغين يخليوه لتحت والناس اللي اغنياء راه غاديين كيتزادوا غناء وين لا لا الله محمد رسول الله والموضوع الاخر اللي غنطرقوا ليه هو الموضوع ديال اللي ولاو كيديروا الناس ديال اليوتيوب بزاف عيال اللي جات ديال الكاميرا كيقول لك غادي نديروا تحدي ديال منتصف الليل ويلا شفت مؤخرا الفيديو ديال اسماعيل اللي كان بلغ لي اسلامي من هنا من روسيا الفلوغر المغربي اللي عايش في روسيا غنخلي لكم لوليان ديالو لتحت كنحيي من هاد المنبر هذا وكنقول لي انا عارف اللي كاين على قبل التشالنج ما قدرش يديروه على قبل البرد عندهم هما ناقص 36 ناقص 26 اللي صعيبه بزاف وما عندهمش شي ثلج اللي كثير اللي يقدروا يتلاح في الثلج ماشي مشكل اخويا التحدي الاخر غادي يجي ان شاء الله من هنا لقدام وغادي نتسناك دير لي فيديو ان شاء الله كما قلت لكم الموضوع هو ديال التحدي ديال منتصف الليل والناس ولاو كيتيقوا هذوك المفاهيم بزاف وحتى التخلف غادي كيولي موضه في المغرب يعني دابا التعليم اللي ولا 00 من هذه تقريبا 10 سنين هو غادي كيبان المفعول ديالو واش واحد صاحبي داير شمعة وكيتفلع على عباد الله باش يدير البوز هذاك الشيء راه ما كيتيقش راه ما كيتصورش واش الناس كتفكر بعقلها ولا غير همجيين كيقولوا لا وهذاك الشيء راه كاين وعبد الله مشطراج ما داك الشيء راه الشرك بالله معلم وسمعتيني الواحد الا كان الايمان ديالو قوي وفي القلب وكيصلي راه ما عمرو غادي يوصل لذاك المستوى وفي داك التفكير ديال الناس اللي كيوصلوا ليه دابا واللي كيبداو كومونتي ودابا لسوء الحظ كتشوف الناس كيكومونتي شي كومونتيرات راه تشد صبعك كما كنقولوا فمك وتقيه علاش الناس وصلوا لهذاك المرحله علاش ما بقيتش انا ما بقيتش فاهم والو يعني كيقول لك لا راه الجن كاين وهادي وداك الشيء راه داروا بصح وداروا الناس اخرين حتى هما من مورا داك الشيء راه كيتسمى شرك بالله وعاد لهم شطاراجي
والموضوع الاخر اللي غادي نهضروا فيه على 20 هو الموضوع اللي داير البوز في المغرب والناس اللي هضروا عليه بزاف، وانا قررت انا بانني نهضر عليه لان واحد الحاجه اللي ما تبغيهاش لعدوك كما كنقولوا حشومه داكشي اللي دارت ليه هذيك خيتي، كنهضر على بلال عقاد هذيك خيتي اللي كان قال لكم بانها مرتو، وهذا هو الحاجه اللي خايبه دار بلال، هو بانه ما صارحش الجمهور ديالو ولا لي فان ديالو ما صارحهمش بصراحه كما كنقولوا، ما قالهمش لا دي راه ماشي مرتي. انا كنتفهم بانه باغي يتفادى داك المشكل ديال الناس اللي غايقولوا لا راه كيزني وهادي، ولكن واحد القضيه كون صارح الناس بداكشي اللي كيوقع، وبانه قال الناس بان السيد راه كتجري عليا من الدار وقالت لي راه غدير لي ورقيه وداكشي، داكشي باين من الاول ديالو. يعني وقعوا بزاف ديال المشاكل هنايا في النرويج وفي اوروبا كامله، الناس اللي كيتفرجوا فيه اللي عايشين في اوروبا راه عارفين هادشي اللي كاين، بانهم كياخذوا وعود من مغربيات ولا حتى قوريات، حيت هو حتى قوريات كيديروهم، ماشي زعما نقولوا بان قوريه راه ما ديرهاش لك. وهذه بنت البلاد اللي كنقول لكم راه ماشي هي الاولى، ماشي هي الثانيه ولا الثالثه، راه منهم بزاف. يعني كون صارح الناس يقدروا ينصحوه، يقدر مغربي عايش هو في اوروبا يقول ليه بلال ديك 8 سنين اللي ضربتي ولا 9 سنين اللي ضربتي في الغربه راه غادي تلوح عائلتك كي رجعتي بحالك المغرب، وهاد السيده مشات بلغات بك البوليس باش يديوك بانك هددتيها وضربتيها والمسائل، وفي الاخر رجعاتك وتصالحات معاك وكتكذب عليك قالت لك بان غادي تطلع لك اوراقك، هي علاش هبطتك اخاي بلال على قبل بانك ما تجبدليهاش مشاكل عاوتاني من هنا لقدام ولا تضربها ولا شي حاجه، خافت على راسها. حشومه كاع داكشي اللي دارت هذيك خيتي ما كيتصورش. السيد ضرب تما راه ما خلا فين عاش في اسبانيا، داكشي اللي كانوا قالوا لي الدراري حيت انا ما كنعرفوش بلا مزيان، كنت درت ديجا عليه واحد الفيديو ولكن ما كنعرفوش انا مزيان، الناس اللي عاودوا لي عليه. وكتشوف بانه واحد طلع للغربه باقي صغير وضرب 8 سنين وكتوعدي بات الوعود، هذيك حياتك هذيك ديري اللي بغيتي ديري اللي حبات خاطرك، غير هو داك السيد راه كيتعديتي عليه بزاف، وكما كنقولوا راه ما تبغيهاش لعدوك، راه اي واحد كيبغي يطلع لاوروبا كيبغي يطلع وريقاتو، هو دابا راه ولف اوروبا راه 8 سنين راه عمر لو خاصو يعيش في اوروبا الى رجع للمغرب. وكنتاسفوا بزاف على هادشي اللي كيوقع، وبانه باقى عندنا ديك العقليه ديال ندوز بك الوقت، والله يعاون والله يعاون. كنتمنى بانه بلال يلقى الحل، وراه الحلول كاينين، غير هو اسف كبير بانه ضيع 8 سنين في حياته غير هكاك، وبانه ما سمعش للناس ودار داكشي اللي قال ليه قلبو، حيت القلب راه ما عمرو يوصلك شي حاجه، بعض المرات راه كيجبد على المشاكل، الواحد كان عليه يفكر بعقلو. وبيس ليك اخويا وربي كبير ان شاء الله، وراه غادي نشوفوك ان شاء الله في اوروبا مره اخرى. كانوا هادو مواضيع خفاف ظراف كما قلت لكم، هضرت بهم بين قوسين يعني التعليق ديالي اللي كنت قلتو، كاينين الناس اللي غينتقدوني، كاينين الناس اللي غايقول لك هاد الهضره راه كاينه، 20 درهم راه ما غاداش تكبرنا ولا غادا تكبر وليداتنا كما كتقول هاد السيده هادي، تراجع في الهضره ديالها حيت راه ماشي مغاربه مكلخين، راه مغاربه كيعرفوا شنو كاين، وبلا ما نبقاو نفضحوا في بلادنا في بلدان الاخرين، حيت 20 درهم راه ما دير لك حتى وزي لا غادا تشري لك فطور ديالك، كما كنقولوا عائله فقيره راه غادا تشري اتاي وخبيزات وشويه ديال زيت العود، راه 20 درهم محال كاع واش تقدك لهادشي زيت العود، راه غاليه في المغرب ولات، وحتى التعويم ديال الدرهم ديال المغرب كنتمنوا بانه يفيدنا وما ويفيد ديك الطبقه المعنيه، هي الطبقه المغربيه عامه ماشي غير الاغنياء بوحدهم، حتى الفقراء والناس اللي متوسط الدخل تعم عليهم ان شاء الله بالخير. وبلال عقاد كنتمنوا بانه ربي يسهل عليه وتفك ليه الازمه ديالو، وراه عارف راسي خبرت عليكم هاد الايامات بزاف، لحقاش الناس راه عارفينني في فيسبوك وفي الانستغرام وحتى في سناب شات شنو هما الروتين ديالي ديال النهار، راه الخدمه الدار الدار الخدمه. كنوعدكم ان شاء الله في فلوج جاي غادي يكون في السويد، غادي نمشيو ان شاء الله عند هشام، كنبلغ لك عشيري استسلامي من هنايا الدري ولد صويره، غادي نمشيو ان شاء الله ندوزو عنده وقيته زوينه، وغادي نمشيو نشوفو ستوكهولم ونشوفو السويد ونديرو تحديات ان شاء الله مع بنات السويد، ويكونوا تحديات كثار، وغادي ندي معايا الدرون وغادي نصور لكم شي حاجه ان شاء الله اللي غادا تكون بروفيسيونيل، شي حاجه اللي طوب، وغادي يكون سفر ممتع، وغادي يكون معنا واحد الدري اللي ديما معنا في الفلوغات، غادي يكون معنا ديفون ان شاء الله، غادا دوز شي خرجه مسطيه، وغادي نلقاو مع ديدي في الغربه اللي كنبلغ ليه سلامي من هنايا، وكنبلغ سلامي لمروكن يونايتد فلوغرز كلهم، اسماعيل
كريس سفيان ابو الهول وفخر الدين. نشوفوا ان شاء الله فلوج جاي. كان معكم ينصر راستا، وكيف ما ديما كنقول لكم العز ما تغبروش علينا.